السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو تايمر لون ديلي، يعني أوف ديلي، يعني هذاك المؤقت الزمني سيكليك تايمر. هنا يعني عندنا هنايا كونيكت سي أ 250 فولت أسي، 20 فولت دي سي، يعني التيار المتناوب هو أسي ألترناتيف، والتيار المستمر هو دي سي. هنا كتحقق من هاد البلاصه هادي، هنا مينيت، هنا سكند، الثواني والدقائق. هنا عندنا هذيك اللايت انديكاتور، يعني البوله ديال التايمر، وهنا اب ادو ادو، يعني 220 فولت. كويل تايم، ملف التايمر، هنا ال 15 و 16 و 18، وهنا ال 25 و 28 و 26 26 و 28 و 25. 16 هو الان سي نورمالي كلوز، وال 15 هو الكوما، وال 18 نورمالي اوبن محلول. نورمالي كلوز هو هنايا 26، الكوما هو 25، وال 28 هي نورمالي اوبن، يعني مفتوح. هنا او ا ا واحد دي، هنا 220 فولت غيجي الفاز، غيدخل مفتاح السويتش وغيمشي يخرج، غيمشي الأ أ ديال البوبينة ياك، ومن هنا غيجي الفاز عاوتاني، غيمشي نورمالي نورمالي أوبن أوف تايمر، يعني الكونتاكت مفتوح للتايمر ديال المؤقت. من هنا غيمشي المصباح، يعني البولة والنوتر ديال 220 فولت، غيجي الأ دو وغيجي غادي مونتي الفولا. ومن هنا عاوتاني هنا عطيناك التايمر رينج، طريقة عمل التايمر حسب الدقائق والثواني، يعني امتى غتشعل الفولا. هنا ثلاثة 3 سيكندز، يعني ثلاث ثواني، 30 سيكندز يعني 30 ثانية، ثم هنا 3 مينيت يعني 3 دقائق، وهنا طريقة العمل ديالها تالي 30 مينيت يعني 30 دقيقة. هنا أنا غنشرح عليكم بحال هكا، ها هو الفاز ديال 220 فولت، غيجي السويتش، من السويتش غيمشي البوبينة أ أ، ومن هنا غيجي وغيمشي ل 15 يعني المفتوح نورمالي أوبن ديال التايمر، من 18 من 18 غيخرج غيمشي للبولة، غادي يمشي للبولة. والنوتر غيجي البولة وغيجي الأ دو. دابا هذا اون ديلي، يعني إلا وركتي مثلا هاد السويتش هادي، هاد سميتها كتبقى تحسب، ما تشعلش دغيا، تا كد سميتها تا كدوز واحد شحال من ثانية ولا دقيقة، عاد باش كيتسد هاد الكونتاكت هاد باش كتشعل البولة. يعني اوف ديلي ماشي اون ديلي، تايمر اوف ديلي اوف ديلي. السلام عليكم، كانت هذه هي التايمر. السلام عليكم. هنايا عفوا، هنايا 30 20 15، من 5 10 دقائق، 15 دقائق، 20 دقيقة، 30 دقيقة، 5 ثواني، 10 ثواني، 15 ثانية، 20 ثانية، 30 ثانية. من هنا ملي كتحقق هذه ديال مينيت يعني دقائق، وهذه سكندز يعني ديال الثواني.